بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. منذ قليل أو منذ دقائق قليلة جدا انتهت المباراة الودية ما بين منتخبنا الوطني ضد منتخب غينيا. انتهت المباراة لصالح منتخبنا الوطني بثلاثية مقابل هدف وحيد. المباراة مشيت، هدف في الدقيقة 12 لمروان محسن أحرزه مروان محسن الحقيقة في الدقيقة 12، وهقول لكم دلوقتي التشكيل اللي لعب بيه منتخبنا الوطني أمام منتخب أو اللي بدأ بيه منتخبنا الوطني أمام منتخب غينيا. ثم أحمد علي بيحرز هدف المباراة الثاني، ثم عمر جابر بيحرز هدف المباراة الثالث، والمنتخب الغيني بيحرز هدف المباراة الأول أو هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب غينيا، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد. مصر النهاردة بدأت بمحمد الشناوي كحارس مرمى، عمر جابر ناحية اليمين، أحمد أيمن منصور ناحية الشمال، محمود الونش وباهر المحمدي اثنين ستوبرين في وسط الدفاع، محمد النني وطارق حامد اثنين في وسط الملعب، وليد سليمان وعبد الله السعيد وتريزيجيه، ومن أمامهم مروان محسن كرأس حربة وحيد. ست تغييرات عملهم خفير أجري، منهم أيمن أشرف ومكان أحمد أيمن منصور ما بين شوطي المباراة، ونبيل عماد دونجا. هذا اللاعب واحد من أفضل اللاعبين في مركزه الحقيقة، وظهر بشكل مميز في مباراة تنزانيا وفي مباراة غينيا اليوم، خصوصا في الشوط الثاني اللي بدأ يلعب مكان طارق حامد فيه. ثم عمرو وردة مكان عبد الله السعيد في الدقيقة 60، وأحمد علي مكان مروان محسن في الدقيقة 61، ومحمد صلاح مكان وليد سليمان في الدقيقة 61 أيضا. وآخر التغييرات علي غزال مكان أو محمد النني في الدقيقة 87. ده تشكيل منتخبنا الوطني اليوم أمام منتخب غينيا والتغييرات اللي عملها منتخبنا الوطني. الحقيقة مباراة مهمة، مباراة استطاع أن يضع خفير أجري على كل نقاط القوة اللي عنده وكل نقاط الضعف اللي موجودة في منتخبنا الوطني. هنتكلم فنيا أكتر عن هذه المباراة، ولكن في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون عندي ثلاثة من نجومنا الكبار اللي موجودين معنا في كان 2019. النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، ايضا النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، هيتكلموا معانا في تفاصيل هذه المباراه. وهنتكلم ايضا عن المجموعه الرابعه، المجموعه الرابعه واحده من اهم واقوى المجموعات اللي موجوده في الكان 2019. عندنا كلام فني كثير جدا في حلقه اليوم، ولكن كالعاده نبدا باخبار منتخبنا الوطني في حلقه اليوم. النهارده الحقيقه جولات رياضيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، بيتفقد من خلالها استاد القاهره ويطلع على اعمال التطوير والتحديث الخاصه باستاد القاهره. اتكلمنا كتير جدا الحقيقه امبارح على استاد القاهره، ولكن طبعا الصوره اللي امام حضراتكم كانت في استاد الدفاع الجوي. لسه هنجيب لحضراتكم اول ما المتحدث الرسمي باسم الرئاسه السفير بسام راضي ينزل الصور، هننزلها لحضراتكم ونوريها لحضراتكم. ولكن الرئيس الحقيقه امبارح كان في استاد الدفاع الجوي والتقى باعضاء المنتخب الوطني، كل اللاعبين وكل الجهاز الفني. النهارده الرئيس الحقيقه ايضا راح لاستاد القاهره وشاف التطوير والتحديث اللي حصل في استاد القاهرة خلال الفترة اللي فاتت بأيادي مصرية خالصة. الحقيقة كل التطويرات والتحديثات اللي حدثت في استاد القاهرة شيء مشرف، شيء رائع. منظر اللي احنا شايفينه النهاردة، الرئيس أيضا مش عايز يسيب حاجة الحقيقة، كله بينزل يشوف بنفسه كل الأمور ماشية ازاي، وكل الاستادات اللي هتلعب فيها البطولة الإفريقية ماشية ازاي. شاف استاد الدفاع الجوي امبارح، النهاردة شاف استاد القاهرة اللي ان شاء الله مباراة الافتتاح ما بين او افتتاح هذه البطولة ما بين منتخبنا الوطني وما بين منتخب زيمبابوي، وقبلها طبعا هتكون هناك حفل افتتاح رائع لمنتخبنا الوطني او لهذه البطولة. اطلع الرئيس على اعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات، فضلا عن الطرق المحيطة. استاد القاهرة اللي راح زمان يشوف استاد القاهرة ويعرف ان هو اتغير تماما دلوقتي. الملعب طبعا يظل دائما زي ما قلت لكم امبارح، ريحة استاد القاهرة دي شكل تاني، وانجيلة استاد القاهرة
ومدرجات استاد القاهره شكل تاني، ولكن كل حاجه اتغيرت الحقيقه. الطرق المحيطه بالاستاد اصبحت على اعلى مستوى، المدرجات اصبحت على اعلى مستوى. انا رحت الحقيقه استاد القاهره واتفرجت، ودخلت الاستاد واتفرجت، حاجه جميله جدا جدا جدا. بنشكر كل القائمين على العمل في استاد القاهره. نتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تزينوا هذا الاستاد في يوم الافتتاح يوم 21، وتظل هذه البطوله في ذاكره الافارقه كلهم، تظل البطوله الافريقيه، بطوله الامم الافريقيه ال19 في اذهان كل الافارقه الحقيقه، كل الافارقه. انا متاكد ان احنا ان شاء الله يوم 21 هنعمل، يوم 21/6 هنعمل حفل افتتاح مبهر للجميع ان شاء الله. ايضا قبل بس ما اكمل كلامي عن هذا الموضوع، عايز اروح ايضا وكالعاده الحقيقه زي ما بنتكلم معاكم دايما، من الاستادات اللي الحقيقه الجميله جدا جدا جدا، والاستادات اللي دايما بتحس فيها براحه، استاد اسماعيليه. استاد اسماعيليه، مدينه اسماعيليه، المدينه كلها الحقيقه هي مدينه من المدن الجميله جدا جدا في مصر، ولكن استاد الاسماعيليه تحديدا، وزي ما حضراتكم عارفين للناس اللي راحت اسماعيليه واتفرجت على مباريات الاهلي والاسماعيلي مثلا، او اللي راح اتفرج لمباراه للنادي الاسماعيلي، استاد اسماعيليه حواليه كله شوارع، كلها شوارع مهمه جدا جدا في اسماعيليه. استاد اسماعيليه يقع في قلب الاسماعيليه، ومملوك طبعا للنادي الاسماعيلي، وهو واحد من 6 استادات ستستضيف بطولات او مباريات كاس الامم الافريقيه. سعه استاد اسماعيليه حوالي 18,000 متفرج. مدرج الدرجه الاولى والمقصوره تقع في شارع رضا، ومدرج الدرجه الثانيه وسط تقع في شارع شبين الكوم. شارع شبين الكوم وشارع رضا اشهر شارعين موجودين في اسماعيليه، للي عارف طبعا اسماعيليه كويس. وهم ويضم استاد اسماعيليه ايضا ملعب فرعي وملعبين تنس وحمام سباحه، ليس به جراج للسيارات لان الملعب وسط المدينه. واستاد اسماعيليه تستطيع الوصول ليه باي وسيله، تركب اي مواصله هتصل لاسماعيليه، لان اسماعيليه الاستاد زي ما قلت لكم في وسط الاسماعيليه، الاستاد بيبقى في النص كده وكل مدينه اسماعيليه حواليه. فواحد من الاستادات المبهره الحقيقه، واللي انا شخصيا تشرفت ولعبت حوالي 5 سنين في نادي الاسماعيلي في هذا الاستاد الرائع المملوك لجمهور النادي الاسماعيلي. تم اعاده تاهيله في 2006 قبل بطوله كاس امم افريقيا، وايضا قبل كاس العالم اللي اقيم في مصر تحت 20 سنة. زي ما حضراتكم شايفين ده استاد اسماعيليه، ده الاستاد اللي شهد على كل الانتصارات اللي عملها النادي الاسماعيلي. ايضا المنتخب القومي او المنتخب الوطني بيروح يلعب مباريات هناك في استاد اسماعيليه الحقيقه، لان جمهور اسماعيليه معروف ان هو واحد من الجماهير الذواقه لكره القدم والمحبه جدا لكره القدم. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين اسماعيليه كلها بتتمحور في هذا الاستاد، الاستاد ده في وسط المدينه، والناس كلها بتيجي من كل اسماعيليه. وانا متاكد ان المجموعه اللي بتلعب هناك هيكون فيها زخم كبير وجماهيريه كبيره جدا في الاستاد، لانه جمهور الاسماعيليه الحقيقه من الجماهير اللي بتحب كره القدم، من الجماهير اللي بتعشق كره القدم، بتعشق النادي الاسماعيلي طبعا ده في الاساس، ولكن بتعشق ايضا كره القدم، وبتشوف ونفسها تشوف المنتخبات اللي هتبقى متواجده في مجموعه اسماعيليه. وانا متاكد ان شاء الله كل الناس اللي موجوده هناك بتعمل اقصى جهدها علشان تصل باستاد اسماعيليه الى الشكل اللي احنا عارفينه عنه، او الشكل اللي احنا عايزينه خلال البطوله القادمه. تم تجديد ارض ملعب استاد اسماعيليه ورفع كفاءه عمليات الإضاءة بأبراج الإنارة لتصل قوتها إلى 2500 فولت، بجانب تغيير نظام الري والصرف، وتم إعادة تأهيل غرف اللاعبين والحكام بما يحقق اشتراطات الاتحاد الإفريقي الكاف. كما تم تركيب أيضا بوابات إلكترونية مع تغيير نظام المراقبة بالكامل. ده شرح بسيط عن استاد اسماعيليه. زي ما بقول لحضراتكم كل يوم هنقول لحضراتكم استاد، او يعني كل ما هنطلع مع حضراتكم هنقول لحضراتكم استاد من الاستادات اللي هتستضيفها مصر ان شاء الله بدايه من يوم الجمعه القادم. الحقيقه استاد رائع، استاد مهم، جمهور ذواق، جمهور محترم، جمهور بيحب كره القدم. خلينا نطلع نشوف تقرير عن استاد اسماعيليه وهذا الاستاد الرائع، وكيف نراه من خلال هذا التقرير.